من أهم المشاكل اللي تسببها الحكة المزمنة أو دعك العين المزمن بغض النظر عن السبب هي مشاكل في القرنية. ومن أهم هذه المشاكل في القرنية هي القرنية المخروطية. القرنية المخروطية هي تغير في شكل القرنية. المريض يشتكي من ضعف نظر. ضعف النظر هذا قد يتحسن بالنظارة، لكن أحيانا يحتاج إلى عدسات صلبة أو عمليات في القرنية. فضروري جدا الأطفال اللي عندهم حكة مزمنة، الكبار اللي عندهم مشاكل وحساسية مزمنة في العيون، الناس اللي عندهم عادة حك العيون باستمرار، أطفال اللي عندهم متلازمة داون دائما يكون عندهم حكة مزمنة، وكثير منهم يكون عندهم قرنية مخروطية. فيجب عرض هذا الناس على دكاترة العيون لفحص القرنية والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالقرنية، لأنه كل ما كان علاج الحالة بدري كل ما كان النتائج أفضل. دمتم بخير وسلامة.